مع استمرار الحملة الوطنية للتطعيم يتواصل إقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح المجاني المضاد لفيروس كورونا بشكل اختياري، ما يؤكد حرصهم على أخذ اللقاح كتدبير وقائي للحفاظ على أمن الجميع، إلى جانب الحس بالمسؤولية تجاه المجتمع للحد من انتشار كوفيد-19. في سبيل الحد من انتشار جائحة كورونا، تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم، حيث يستمر أفراد الطواقم الطبية باستقبال المواطنين والمقيمين ليرافقوا جميع من يدخل المركز الصحي ليتلقى اللقاح المجاني المضاد لفيروس كورونا، ويقدمون له شرحا وافيا عن طريقة تلقي اللقاح وأهميته للجسم. هذا اللقاح الآمن والمدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية يهدف إلى حماية كل فرد من أفراد المجتمع من هذا الفيروس. أول ما يدش الشخص اللي بيتلقى التطعيم نسأله عدة أسئلة. من الأسئلة اللي نسألهم إذا كان الشخص في حساسية من الحليب، إذا كان الشخص حاليا مريض ولا مزكم، إذا كان الشخص ماخذ لقاح الإنفلونزا قبل يومين أو ثلاثة. وبعد ما نسألهم هاي الأسئلة نعطيهم اللقاح، وبعد اللقاح ننصحهم إنه يقعدون نص ساعة عشان نشوف إذا صادهم أي أعراض ونراقبهم يعني. نشكر جلالة الملك المفدى وحكومة الرشيدة على ما قدمت من أجل توفير اللقاح لكل المواطنين والمقيمين بغض النظر عن جنسياتهم، انطلاقا من حرص الدولة على حماية أبنائها وكل من يقيم على أرضها من أي آثار لجائحة كورونا. التطعيم صار واللقاح في المراكز علشان نخفف الضغط على الأماكن وسهولة وصول المتلقين اللقاح للمراكز الغريبة من أماكنهم. أفراد الطاقم الطبي أبدوا كامل استعداداتهم منذ بداية الحملة الوطنية للتطعيم لاستقبال أعداد المسجلين في الموقع لأخذ اللقاح منذ توفيره من قبل مملكة البحرين. وفي السياق أكد أبناء المجتمع على تأكيدهم في الوقوف مع فريق البحرين للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. احنا كصفوف أمامية من واجبنا ناخذ التطعيم بسبب طبيعة عملنا في ظل الجائحة، ونشجع أهلنا والأقرباء أن يأخذون التطعيم، ونبين إليهم أهمية التطعيم. طبعا اللقاح مجرب وموثوق فيه، وطبعا حماية لنا وحق مجتمعنا وحق عائلتي كلها. اللقاح ما فيه أضرار، الحمد لله الأمور كانت طيبة. خذيت موعد أنا من يومين، عطوني موعد، جيت على موعدي، وأنا أنصح كل أخذ اللقاح حماية لنفسه ولعائلته وللمجتمع كله. لو كل شخص في المجتمع كان عنده وعي راح نتخلص من هاي الفيروس، وراح يرجع الوضع لمثل ما كان عليه قبل في البحرين. وإن شاء الله أتمنى المجتمع يكون عنده وعي وكامل يأخذون التطعيم. جهود مملكة البحرين ستستمر في تحقيق إنجازاتها المتتالية، والتي لم تقف عند حد توفير خدمات الفحص والرعاية والعلاج فقط، إنما يرافقه الحرص على توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إيمانا منها بضرورة الحفاظ على الصحة العامة باعتبار المجتمع هم ثروة الوطن. في إطار الحملة الوطنية للتطعيمات التي تقوم بها مملكة البحرين للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع، يتواصل إقبال المواطنين والمقيمين على المراكز الصحية لتلقي التطعيم، وذلك للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع ككل. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.